تحت عنوان أعطونا السلام، اجتمع أكثر من 500 طفل من أطفال أبرشية حمص من كافة الطوائف المسيحية ليسمعوا صوتهم للعالم لإعطائهم السلام ووقف الحرب على سوريا في كنيسة مار الياس للسريان الأرثوذكس في بلدة فيروزة، بحضور عدد من رجال الدين وفعاليات رسمية وشعبية. طبعا كلمة السلام إلى معاني كتير كبيرة، تعطي الهدوء، تعطي الراحة للناس. هي اليوم أنشودة نادت فيها السماء، المجد لله في العلا والأرض السلام. ونعرف أن ربنا يسوع المسيح كان يقول طوبى لصانعي السلام فأنهم أبناء الله ليدعون. عم نحاول اليوم من خلال الأطفال اللي جمعناهم من المحافظة يصرخوا صرخة البراءة لكل المنظمات العالمية والإنسانية، والضمير العالمي يهتز ويشعر ويحس أن هالأطفال ما لهم ذنب يعيشوا هالفترة الصعبة، يعيشوا ينحرموا من مدارسهم، ينحرموا من ألعابهم، ينحرموا من مستقبلهم ومن طفولتهم وبراءتها. إن شاء الله هيك الأصوات الأطفال اللي عم يطالبوا أعطونا السلام هي صرخة إلى العالم. نحن اليوم نطلب من العالم كله سوا، وخاصة الدول الغربية، أنه تعطينا السلام. أولادنا بدنا السلام، نحن بدنا السلام، وسوريا بدها السلام، وترجع سوريا بلد السقافة، بلد العمران، بلد المحبة، بلد الطمأنينة، وهذا هو سقافتنا وتراثنا. طبعا اليوم حضرنا هذه الفعالية التي تتضمن رسالة من أطفال سوريا إلى دول الخارج لإيقاف هذه الحرب وإعادة السلام إلى بلدنا سوريا التي كانت تنعم بأمنها واستقرارها. وهذه الصرخة هي من أطفال فعلا غاية في البراءة وغاية بالشفافية، يطلبون من دول العالم من أجل إيقاف هذه الحرب ووقف تمويل من يحاول أن يخرب الأمن والاستقرار فيها. الفعالية تخللها عروض مسرحية وأغاني، بالإضافة إلى زراعة شجرة السلام والتوقيع على عريضة بيضاء لتقديمها للمجتمع العالمي للمطالبة بطفولة آمنة سعيدة، والتي هي أبسط حقوق الطفولة. نحن جايين اليوم مشان نعطي للعالم رسالتني، نطالب الأطفال السورية حقوقه اللي هي السلام. رسالة السلام، نحن بدنا ندرس وبدنا نعيش وبدنا نفرح، ونحن رح نعيش المحبة مع بعض. بدنا نوصل السلام لبلد السلام، وبدنا جميع المهاجرين يرجعوا على البلد مشان يحسنوا وضعهم، تصير بلدنا أقوى وأقوى. نحن اليوم جايين لهون حتى نوصل رسالتنا لكل العالم، ورسالتنا هي إنه بدنا نعيش بسلام وبدون عنف، وبدنا نعيش مثل أي طفل عايش سلام. هي صرخة من أطفال أرض السلام ومهد الحضارة والأديان لضمير المنظمات العالمية والمجتمع الدولي لوقف سفك الدم السوري وإحلال السلام في وطن المحبة أرض الياسمين.